تحسين الياسري، خسرنا الكأس وعلينا التركيز بالدوري. سيرنا المباراة شوطين كنا الأفضل، الطرف الأفضل بها، استطعنا أن نستحوذ على المباراة، عدة فرص ضاعة، أكيد الفريق اللي يضيع بالتالي راح يستقبل. أعتقد القوة الجوية أرادوا أن يوصل المباراة إلى الجزاءات ونجحوا بهذا الشيء. الجزاءات هي دائما ما تكون عادلة، يعني هي ركلات حظ ممكن يعني ما تنصف. اليوم لو على الإنصاف على الأداء، لا، الشرطة كان الطرف الأفضل والمستحوذ طوال المباراة. الكأس سيؤثر على مسيرتكم في الدوري؟ الآن وجب علينا أن نصب كل تفكيرنا على الدوري ونركز على بطولة. خسرنا بطولة وباقي بطولة لازم نركز عليها.